بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس قبل الماضي، يعني قبل العيد، تحدثنا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. اليوم تعليقات سريعة على هذه الآيات، ونتحدث في يعني بعض الأمور الواقعة، خصوصا فيما يتعلق ببورما، لأنه في ربط برضو في الموضوع. جعل الله الكعبة البيت الحرام، تحدثنا في جعل، تحدثنا في الكعبة والبيت الحرام، تحدثنا قياما للناس، تحدثنا في قضية قيام وحرام، في موضوع حرام قيام. ممكن نضيف هيك على وجه السرعة إضافات في اللغة. أولا، عندما تقول مقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إيش الفرق الآن بين مقام ومقام؟ مقام ومقام، واتخذوا من مقام إبراهيم، المكان الذي كان يقوم فيه إبراهيم. فالمقام إذن هو مكان القيام أو المكانة مقام. المقام وين أنت بتستقر وبتقيم؟ أنتوا بتستقروا مثلا في البيرة أو رام الله، وين حابين، رام الله ولا البيرة؟ طيب ماشي، هذا إيش المقام، مقامك في البيرة، المقام المنزلة أو يعني مكان القيام، مكان القيام. لذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث كان يقوم إبراهيم عليه السلام في البيت الحرام. قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. شو بفهم الناس قوامون؟ يعني بفهموا السلطة، سلطة الرجال على النساء. طب ليش هو قوام معناه سلطة؟ قوام ليش معناه سلطة؟ لا، الرجال كثير القيام على شؤون النساء. إذن هذه واجب من واجبات الرجال. الرجال قوامون، يعني يفترض في الرجال أن يكونوا كثير القيام على شؤون النساء. ليش؟ لأنه المرأة لها وظيفة اجتماعية شريفة، قدرتها على الكسب وقدرتها على القيام في شؤون كثيرة، مش زي الرجل، وهون في تقسيم وظيفي، وهذا اقتضى أن يكون الرجال واجبهم. إذن القوامة هي واجب على الرجل، مش حق له، ولكن لأنه شو معنى قوام؟ كثير القيام. طب شو معنى صوام؟ كثير الصيام، كثير القيام. إذن هو، ولكن ديروا بالكم، وهذه قضية الآن بديش أستفيد فيها. باختصار، لما الإنسان بيقوم بواجبه بيكتسب حق. دائما الحقوق تكتسب عن طريق إيش؟ أداء الواجبات. كل ما كان الإنسان يقوم بواجبه بشكل أفضل، معناته بيصير حقه إيش؟ أكبر. ومن كان واجباته في المجتمع أكبر، بتكون حقوقه أكبر. فهذه القضية إذن نفهمها، إذن القوامة هي واجب الرجل حق للمرأة، وإذا قام بها الرجل يكتسب سلطة. لكن مش معنى القوامة أنه يعني هو متسلط، هذا موضوع احنا سبق شرحناه شوية في درس، أو ممكن في مقال برضو في كتاب سياحة الفكر موجود. طيب إذن شو اللي اقتضى هذا الكلام؟ إذن
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تماما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم مش هيك التي جعل الله لكم قيامة. الأموال قوام الحياة، وبينا شو معنات أموال، يعني مش يعني نقود، بينا شو معنات أموال، وهذا متفق عليه بين البشر، ما بنقشك فيه أحد إنه الأموال قوام الحياة، تمام، حياة البشر. في قوام ثاني اللي هو هنا الكلام. طيب هذا الجسد وفهمنا، هذا الجسد وفهمنا والأموال، طب والنفس؟ ما هي النفس بدها تقوم، النفس بدها قيام، يعني مثلا على مستوى تدريب الجسد وحركته يؤدي الى قوته ورياضة، واذا ولكن اللي بيخلد دائما للراحة شو بيصير في جسده؟ شوي شوي بيضعف حتى يتلاشى، تمام. والنفس، والنفس التي لا تعمل تنحدر على فكرة، ولذلك النفس دائما تحتاج كما الجسد الى حركة، حركة وتدريب ورياضة مشان تكون النفس قوية في الاتجاه السليم يعني، تمام. وبالتالي الدين بيأتي بيعطيك برنامج، مش للجسد البرنامج اللي جاء اللي جاء في الدين هو صح. ممكن احيانا تجد الجسد له علاقة في الصيام مثلا او الصلاة، بدخل موضوع الجسد، بس الاصل فيه ايش؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ان صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني اكثر هناك رايحة في اتجاه ايش؟ في اتجاه الجانب البناء النفسي، النفس البشرية هاي اللي احنا صعب يكون بالنسبة للبشر معرفة حقيقتها وكيف يمكن تدريبها من اجل ان تكون في الاتجاه السليم. الجسد بنعرف، ممكن مدرس، لا نزال نتعرف على الجسد وكيف ممكن نتعامل معه وكيف ننميه. طب الجانب النفسي، الجانب الروحاني، هذه قضية غيبية اكثرها، ولذلك لحد الان البشر مش واصلين من عندهم لما وصل اليه الدين من اخراج من اعداد النفوس الحقيقية الرحيمة المؤمنة الى اخره. طيب جعل الله الكعبة البيت الحرام، طب ما هي الكعبة البيت الحرام من اول يوم، يبدو من اول يوم، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، من اول يوم الناس بيحتاجوا على فكرة، ان اول بيت، وهو يبدو على فكرة من خلال الادلة، الان مش وقته اقعد افصل في الادلة، من خلال الادلة بتكتشفوا انتو اول علاقة للانسان بالارض اساس الخلافة كانت في منطقة مكة، ويبدو انه فعلا عرفات، وهذا اللي ممكن يفسر لك اجتماع البشرية كلها في عرفات، اعادة تعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، في عرفات تكون التعارف، تمام، انه هنا بديتوا انتو، هنا بديتوا انتو في هذا المكان، بدل انسان، بدأ الإنسان في خلافته في الأرض، ولذلك هذا ممكن يفسر معنى إنه مكة أم القرى، القرآن كون يقول أم القرى، وإحنا بنعرف إنه القرى معناها المجتمعات، لأنه القري فيه معنى الجمع، والقرى يعني المجتمعات، مش بمفهوم القرى اللي بتفهموها اليوم، القرى المجتمعات سواء كانت بشرية أو غير بشرية كمان، تمام، أي تجمعات المجتمعات، الآن المجتمعات، اذا ام المجتمعات، اذا من هنا صدر البشر، من هنا صدر البشر. وقد يفسر هذا على فكرة ايش معنى انه احنا نذهب الى مكة ونتشبه بالاباء الاوائل منذ فجر البشرية، شوفوا اللباس البسيط اللي فيش فيه فوارق، حتى في اليوم لباس الاحرام بتلاحظوا كلهم زي بعض، لباس بسيط، كأنهم جئتوا الى المكان اللي بدأت فيه خلافة الإنسان في الأرض، من أجل إنهم يتذكروا أخوتهم كونه أبوهم آدم يعني أمهم، وإنه هون بدأت البشرية، والبشرية كانت في البداية هنا، ولذلك أول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أول الناس من أول يوم بحاجة إنهم يعبدوا، لأن هذه عبادتك للخالق وتربية الخالق لك، هذا حاجة إلك، هذا حاجة إلك. بعض الناس كان قال ايش بيستفيد الخالق انه احنا نصلي ونصوم، لا، هو الله سبحانه وتعالى تعبدنا بمصلحتنا. بتلاحظوا اي شيء، مثلا لما جاء الاسلام وقال لا لاحظوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ايش قال بعدها؟
لعلكم تتقون. طب واذا اتقوا الناس واصبحوا الناس تقوى كيف بيكون المجتمع بشكل عام في كل نشاطاته؟ طالما في تقوى في كل نشاطاته كيف راح يكون؟ يعني راح تخاف انت من التقاة ولا ايش؟ بتخاف منهم التقاة ولا كيف؟ طيب ان صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طب مين اللي بيستفيد يعني؟ ولما بيحرم القتل وبيمنع الربا لحظها وبطلب ان تنفق وما يضيع الفقير، مصلحة مين في النهاية كلها؟ عبادة الله، قال الزكاة عبادة لله، طب انت بتعطي مين؟ انت بتعطي مين؟ اذا تعبدنا الله بمصلحتنا. لما تدرس الذي خلق بعث الكتالوج، ليش احنا بنقبل دائما من الصانع انه هو اللي بعث الكتالوج ومش مستعدين ننظر باي تعليمات لغير الصانع؟ البشري يعني الضعيف هذا. طب وتعليمات الخالق؟ تمام. الان طبعا هذا لما يثبت انه هو الخالق اللي بيعطي التعليمات، وهذه لابد ان يثبت انه الخالق اللي بيعطي التعليمات، غير هيك بصير اديان مدعاة. اذا ما بتعطي الدليل كلام. الان من اول يوم اذا ما يروحوش في موضوع انه جعل الله الكعبة البيت الحرام، يقعدوا يضيقوا المسألة في مسألة الحج فقط، وفي مسألة كيف انه لما بحجوا وامن الحجاج هذه. طب ما هو الله سبحانه وتعالى يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام، الحرام قياما للناس. تصوروا المال قوام الحياة، وعندك هاي قوام ثاني ما فيش غيرهم، ثالث في القرآن الكريم. قوام ايش معناته؟ معناته هذه النفس البشرية اذا لم تعد الاعداد السوي تنحدر انحدار فاحش، وممكن تكون ادنى من الحيوانات كالانعام، بل هم اضل شك. اذا لابد من انه يكون في اعداد لهذه النفس البشرية من اول يوم كانت الكعبة. اذا ما لها علاقة المسألة فيما بعد وابراهيم عليه السلام وجاء بنى وما بناش، لا، من اول يوم هي، من اول يوم الناس بتحتاج الى ان تعبد الله، ثم ينشأ في ضمير البشر، وهذا تكلمنا فيه في الماضي، مبدأ الحرمات، مبدأ الواجبات. شوفها الواجبات الحرمات، فبتنشأ في نفسك مبدأ الحرمات. نأخذ موسى عليه السلام مثال. موسى عليه السلام في القصة اللي بتعرفوها، لما دخل المدينة وجد ايش؟ واحد اثنين بتقاتلوا، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فوكزه موسى، هذه وكزه تمام. فوكزه موسى فقضى عليه. قاصد يقتله؟ لا، مش قاصد، لا، لكن لاحظوا، مع انه كافر، هذا من شيعته وهذا من عدوه، واللي قتل انه من عدوه، ايش قال؟ لاحظوا ايش قال موسى عليه السلام، هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. شفتوا قتل نفس، طب نفس كافر ما هي وفي طوشة يعني وعدو، لاحظوا شفتوا النفس الشفافة، لانه كانت امه مربيته على العقيدة السوية، وبالتالي الفراعنة كانوا يعتبروه كافر، بدينهم. مش قلنا انه فرعون شو قال له؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. اذا بيعرف فرعون انه كان كافر موسى بدين، طبعا كان مبين كفره بدين الفراعنه، شو مصبرهم عليه؟ اذا هذا موضوع ثاني قلناه سابقا، تمام. وكان واضح انه اذا هو معطى من امه العقيده السويه، وبالتالي كان شفاف من هذا الباب، وهو بيقتل كافر. والغريب انه بعض الناس كان بظنوا انه يعني كل من كان كافر معناته استحق الكفر القتل. هي موسى، هي الله سبحانه وتعالى بيقول لنا انه قتل الكافر اللي هو عدو في طوشة مش في معركة يعني،
فطوش ابن اثنين. فهو راح في عصبيته لهذا فقتل الكافر. مع ذلك هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي اغفر لي، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. طيب الآن فالدين الإسلامي إذا بتلاحظوا في برنامجه، هذه صلاة، هذا زكاة، هذا تسبيح، هذا قراءة قرآن، هذه مواعظ، هذا كذا، قيام ليل، مشك نوافل، فروض، مستويات، حتى فرض وواجب ومندوب ومستحب، يعني المندوبات حتى درجات. طيب وهذا حرام وهذا مكروه، هذا مكروه تحريما إلى آخره، عند الأحناف مثلا تفاصيل. بينشأ في النفس البشرية مبدأ الحرمات وبإدرك الواجبات، وهذا تكلمنا شوية فيه في المرة الماضية. المهم نعرف انه لما قال سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة، يعني من اول يوم، من اول يوم، من اول يوم. طيب وبنى في النفس البشرية باساليب كثيرة. طيب نيجي الان، كيف بدكم تعرفوا اليوم الدين الحق؟ كيف تعرفوا الدين الحق؟ قامت دولة الاسلام الأولى في عهد أول شيء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في عهود الراشدين، ثم بني أمية، ثم بني العباس إلى آخره، ثم جت صلاح الدين مثلا والعثمانيين إلى آخره، كله كان مسلم. لكن المسلمين هذول منهم من تعتز فيه أنت وتعتبره أنه هو كان يمثل الإسلام. مين هو؟ جماعة المسلمين، يعني مش شخص بعينه يمثل الإسلام. نيجي ندرس تاريخهم في مقابلة الأمم الثانية المخالفة تماما. الأمة الوحيدة التي كانت تتعامل مع الآخر المخالف في دينها تعامل كله تسامح، الوحيدة عبر التاريخ كله. ومين بيشهد في هذا؟ كبار المؤرخين غير المسلمين، ولدينا أمثلة وراجع غير ما بنعرف تاريخنا. احنا في شيء اسمه اضطهاد الآخر في أرض المعركة. احنا سبق شرحنا لكم الآيات الكريمة، في أرض المعركة بتبدأ شديد، لما عدوك بضعف وقتها بتدخل الرحمة. كل الأمم بالعكس. ايش بالعكس؟ يعني إذا شافوك ضعفت بقول لك المبدأ دوسوا. ليش؟ هذا مش صاحب رسالة اصلا، هذا مش صاحب رسالة. لو كان صاحب رسالة كان بتصرف زي ما تصرفوا المسلمين. وانا سبق لفت انتباه انه مثلا اليهود لما كانوا يضطهدوا في اي بلاد ثانية غير بلاد المسلمين يهربوا لوين؟ للدولة الاسلامية. الدولة الاسلامية تحميهم. ولما خرج المسلمون 1492 من اسبانيا خرجوا اليهود. اسأل اليهود وين خرجتوا؟ بقول لك لما خرجوا المسلمين، لانه ما بقدروا يبقوا موجودين تحت سلطان النصارى الاوروبيين. طبعا الرأي اللي بيقولوا انه من ضربك على وجهك الايمن فادر له الايسر، قال ومن نازعك ثوبك فدعه له. يخرب بيتكم لو ما كانت التعليمات موجودة شو عملتوا في البشر؟ شو عملتوا في البشر؟ مين اصلا مين هو امام المجرمين؟ مين هو قاتل عبر التاريخ؟ ما هم، تمام؟ ومين هم كمان؟ والكنائس كمان، يعني مش اللي بيفهموش، اللي بيفهموا دين كمان. ولذلك انتوا درستوا عن تاريخ اوروبا ومحاكم التفتيش، مين اللي كان يقوم بمحاكم التفتيش؟ مش الكنائس نفسها؟ والكنائس كانت فيها على فكرة اماكن للتعذيب، تعذيب الناس، أمام الناس، يعني المسلمين بس، لا 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 أي مسيحي مخالف كمان، يعني بروتستانتي بروح فيها مثلا إذا ما كانش كاثوليك فرضا، يعني أو كاثوليكي مش أرثوذكسي أو إيش هذا. فهون تدرس تاريخ الإسلام، فيش إشي في تاريخ الإسلام أصلا اللي أنت بتفتخر فيه اليوم بتقدر أنت تستحي منه. كله مشرق، وفي تعاملهم مع باقي الأمم قبل ما يكون في إشي اسمه دعوات حقوق الإنسان ولا أمم متحدة ولا مراقبين ولا شيء، وكانوا بيتعاملوا
بيتعاملوا بطريقة ما عرفتها البشرية. بيدخل عمرو بن العاص بقليل من الجيش، قليل على فكرة على مصر، واحتلها بكم هو عارفين ليش قدر يدخل مصر ببساطة، لأنه أصلا هم أهل مصر كانوا زهقانين الرومان اللي هم ظالمينهم وما صدقوا أنت المسلمين يجوا. ونفس القضية في بلاد الشام وغيرها، الرومان المتسلطين متسلطين على رقاب الشعوب، الرومان الغربيين يعني كانوا متسلطين على رقاب الشعوب والضرائب إشي مذهل. ولما بتقرأ كيف أنه لما عمرو بن العاص خفض الضرائب بشكل عجيب، نسيت الآن الرقم، منقول من 20 مليون لخمسة مثلا نزلها بالنسبة لمصر، وكان البطريرك هارب رجعه عمرو بن العاص أعاد للنصارى إيش تاريخ. لما تدرسه أنت ما بتستحي بشيء من الناس اللي بتقول إنهم قدوتك من المجاهدين المسلمين عبر التاريخ. يجي نفتح تاريخ باقي الأمم لما بتحتل الأمة ثانية شو بيعملوا؟ طب في العصور القديمة يعني لما كانت الناس جاهلة، ولا في القرن العشرين، ولا في القرن الواحد وعشرين؟ حتى تعرفوا، لما بدك تعرف انك انت الدين الحق، تعرف الدين الحق انظر لتاريخ الامم وخلي اي امة تفتخر امامك بتاريخها. الامريكان يعني بدهم يفتخروا في قتل 120 مليون من الهنود الحر، كانوا بيستطيعوا المسلمين يقتلوا واحد هندي احمر يقتلوا واحد في غير المعركة اذا في موجب للمعركة، يعني كانوا يفعلوها المسلمين، يقتلوا الاطفال والنساء، يقتلوا الاطفال والنساء 120 مليون يبيدوهم، ولما هذولاك يستسلموا ويقتلوا وتسلخ جلود رؤوسهم، يسلخ جلدة الرأس ويعملوا من جماجمهم اهرام. هذول الغربيين هذول بدهم يفتخروا في ايش؟ هذول لما قاتلوا بعضهم كمان، لما قاتلوا بعضهم في الحروب الطويلة العريضة، حرب 100 عام وحرب 30 سنة وحرب 7 سنين، هذول بين دولتين بس لحالهن فرنسا وبريطانيا مثلا، ها؟ ولما كانوا بينتصروا ايش؟ ولما كانوا بينتصروا ايش؟ مين؟ اليابانيين لما انتصروا على الصينيين ودخلوا شو كانوا بيعملوا؟ اي امة ثانية غير امة الاسلام، مش في القرون الحديثة. القرون الحديثة عندنا جواسيس، هذول ما انتصروش اصلا، الطغاة هذول العملاء الاستعمار ما انتصروش ولا في معركة، ولكنهم بقتلوا مين؟ في مصر بقتلوا مين؟ بقتلوا الشعب. في سوريا بقتلوا مين؟ الشعب. في العراق بقتلوا مين؟ الشعب. وبيستوردوا القاتل كمان، وهذا كلها أمة الكفر على فكرة، هذه كلها أمة الكفر، كلها أمة الكفر. لابد أنت، لأنه أصلا بقاتلوك أنت ليش؟ أنت بقاتلوك حتى الحكام هذول بقاتلوك ليش؟ لأنك بتطالبهم بتطبيق شريعة الله بس. يلا خرب بيتكم ولكم طبقوا شريعة الله وظلكم حكام، ما برضوش برضوش طبقوا شريعة الله وظلكم حكام والناس أنا مني علي برضو. ها؟ مع أنه مش صحيح، لأنه مش صحيح، لأنه من حق أي شعب أنه يختار الحاكم، حتى لو بده يطبق الإسلام، حتى لو بده يزعم أنه بده يطبق الإسلام وفعلا بطبقه. طب ما أنت بتطبقش إن هذا حقي أنا، أنا بتغتصب حقي أنت، الحاكم بيغتصب حقك أنت، هذا حق أعطاك إياه الله. فيش حاكم بده يقول بطبق شريعة الله وهو مغتصب حق الشعب في أنه يحكم نفسه، حتى لو كان يقيم دين الله، حتى لو كان عمر بن الخطاب في عصرنا هذا يعني، لأنه عمر بن الخطاب مش معقول يخالف دين الله ويتسلط على رقاب الناس بدون ما يكون الناس راضية. ممكن يخدعوكم على فكرة، يقولون لكم بدنا نطبق شريعة الله مشان يظلوا الجواسيس موجودين على رقاب البشر. الناس لازم تطلب بحقها، انت هذا حقك اعطاك اياه الله. بأي حق هذول؟ برد اكرر، بأي حق هذول بيحكموا؟ مين هذول؟ كل من لم يختاروا الشعب. استثنينا حدا؟ لا، اللي ما اختاروش شعبه هذا عاصي. بعض الناس كان قال لي طب واللي اختاروا شعبه بيطبق الشريعة الله؟ هذا خلط الاوراق، هذا خلط الاوراق. تطبيق شريعة الله اللي ما بيقبل فيها، اللي ما بيقبل فيها وهو فاهم شيء كفر، ما فهمنا هذا، ما لناش علاقة. انما حقي انا ايش كشعب، اي شعب كان حقي ايش من الحقوق اللي اعطاني اياها الله ايش؟ اني انا احكم بارادتي،
بخياري برضاي انا اللي بدي اختار. هذا حق حكر الشعوب. موضوع تطبيق شريعة الله موضوع ثاني، واهم شيء في شريعة الله يكون الحاكم برضا. ولذلك كل اللي بتدفعه الأمة اليوم، كل اللي بتدفعه من أثمان، لأنها فرطت في هذا الحق، الحق اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها إياه، قال إنه حقك هذا، وبدهم يعملوا فراعنة باسم الدين كمان بعضهم. بدهم يعملوا فراعنة باسم الدين. ما في لأي حق ولا بده يطبق شريعة الله. بس أنا قلت يعني هيك مو دارا يعني، طب بقولكم الله يخرب بيتكم، طبقوا شريعة الله. أنا بدرك إنه الناس ساكتة بتكون. بتسكت الناس، ما هي حقها. ما هي حقها بدها تسكت عنه طالما بتطبقوا انتو شريعة الله كاملة. هدول مش مستعدين يطبقوا. عارفين ليش؟ لانهم هم اصلا مش، لانهم هم اصلا وجودهم مرهون بوجود خارجي. اذا بتطبق شريعة الله معناته بيعرفوا انهم هم بيزولوا. كيف بيزولوا؟ ما هو بصير الاستعمار شو يقول؟ هدول بيطبقوا شريعة الله. هدول زلمة. شو هذا؟ شو هذا؟ ولذلك شوفوا طالما بيحكمنا ناس ما اخترناهم احنا، الأمة في مهب الريح، تتلاعب فيها الأمم، تباع مقدراتها، تباع مقدراتها، ينتهك دينها وكل شيء، طالما مش انت اللي اخترته. لانه هو بيعرف انه بقاء الكرسي مين هو؟ طبعا شياطين هذول، شياطين هذول، هذول بيعرفوا تماما اليوم بقاء الكرسي طالما هم مرتبطين بجهات أجنبية وبيبيعوا مصالح الأمم. هذا من خلاصة. استثنيت مين؟ بستثني اللي بتختاره أمته. اختيار حقيقي، اختيار حقيقي. بعدين لما يجي تطبيق شريعة الله، ما هو هذا من شريعة الله ابتداء. تمام؟ خلصنا هذا. فبالتالي الأمة في خطر، في خطر. وانتو شايفين بتقولوا لي بورما مش بورما، قبل بورما الآن. الأمم كلها، هذه الأمم حتى تعرف أنه دينك هو الدين الحق، أولا هو الوحيد الدين الإسلامي اللي أعطاك كيف تتعامل مع الآخر في الدولة الإسلامية. غيرك ما عنده تفصيل كيف أتعامل مع الآخر، لأنه بيعترفش أصلا أنه في آخر. اقرأ التوراة اللي بسموها العهد القديم وشوف شو الآخر، يعني شو بصير في الآخر. واقرأ سفر يشوع وشوف، شوف الجرائم حتى تدرك أنه منين بتيجي جرائم هؤلاء. هاي كتابكم المقدس اللي بتقولوا انه معصوم، كل جرائم على فكرة، وكل قتل للآخر، نساء رجال اطفال دواب بيحرقوا مدن كذا في الكتاب المقدس. واوقع ناس هم اللي بيقولوا لك ديننا هذا، وكم قال لك انت ارهابي وانت كذا، هذا اصلا من هذا بيثبت لك انه هو على باطل. احنا اليوم سبق قلت انه ياما المسيحيين قاموا بجرائم ضد المسلمين في كوسوفو، في البوسنة، ما شفتوش؟ مين اللي قام في البوسنة بالجرائم؟ الأرثوذكس. مين اللي قام في كوسوفو؟ الأرثوذكس. طب ما عندنا أرثوذكس هون احنا؟ اكثر رمضة المسيحية أرثوذكس، بير زيت بروتستانت، بيت لحم وبيت جالة أرثوذكس، تمام؟ خصوصا بيت جالة. طيب عمركم سمعتوا واحد منا قال لهذول الناس انه اللي بنذبحوا بالبوسنة الارثوذكس اللي بيذبحوا البوسنة انتم بتذبحوهم؟ عمركم شفتونا قلنا هالكلام؟ واحد منا من الشعب الفلسطيني اجا قال للارثوذكس اللي عندنا، انتم يا مسيحيين يا ارثوذكس، مش مسيحيين كمان، يا ارثوذكس اللي بتقتلوا المسلمين في البوسنة وفي كوسوفو، عارفين ليش بتقولوهاش انتم؟ لانه انتم مبنيين المسلم يبنى بناء عداله، بفهمش يعني الظلم. ايش علاقته هذا الارثوذكسي اللي موجود هنا؟ لكن هم شوف سفلتهم، شوف سفلتهم. واحد بيقتل في مسلم، لانه بس مسلم بيقتل، في اوروبا او في غيرها كل المسلمين. طب ليش منكم يا مسيحيه قديش في ناس بيقتلوا منكم انتم؟ الامريكان ما هم اقل ناس على فكره، من اقل ناس بينهم قتل حسب الدراسات، منهم قتل حسب الدراسات في المجتمعات الغربية هم المسلمين اقل ناس. ما الصينيين بقتلوا واليابانيين بقتلوا والامريكان بقتلوا اكثر شيء، الامريكان طبعا بقتلوا الامريكان، مش هيك تفاصيل المسلم. شو المعنى؟ المعنى ببساطة مفهوم، هذول فاهمين تماما انه ليش بيحسدوا المسلمين بالذات وليش الاحقاد على المسلمين بالذات. اذا هم فاهمين انه هذا الدين هو الدين الانيق اللي ممكن يكتسح، وبالتالي كهنة، الكهنة على فكرة بيعدوا كهنة ايش على فكرة؟
كل الافكار لها كهنة. في كهنة في المسيحية بكل اشكالها والوانها، وهذول هم اللي بيعرفوا كيف يحاربوا الاسلام. كهنة اليهود على فكرة، لانه صراع الشعوب، الشعوب لو بتعرف الحقيقة سهل جدا تتعامل معاكم. بس الكهنة المستفيدين من الشعوب شو يعملوا هذول؟ ديروا بالكم، هذا هو البوذيين، هذه برضو اللي ورا الموضوع في البوذيين، كهنتهم، كهنة البوذية ابتداء، كهنة اليهود، كهنة الارثوذكس، كهنة البروتستانت، كهنة الكاثوليك، التعامل على الاسلام عبر كله، تمام. كهنة الماركسية، هو يعني الماركسية مش ديني، ما هو برضو اختراع بشري. ما في اديان كثير اختراع بشري. كهنة الماركسيين كيف كان موقفهم من الاسلام؟ وكهنة العلمانيين، هم العلمانيين حقدهم على الاسلام اكثر من الماركسي كمان، كهنته ولا حتى بتلاقي اخوك ابن امك وابوك بتشعر انه هو بيعتبر الاسلام رعب، يجب مقاومته. ليش؟ طبعا في لها تفسير، الان في لها تفسير، لانها راح تمنعه من شهواته، ومن الشهوات ومصالح ومش مصالح، طبعا يعني شغلات تسلط على رقاب البشر، يعني بدهم يتسلطوا على رقاب البشر، عارفين انه دين العدالة. مثال هذا ضربناه في كوسوفو، وعمرنا ما حملنا ولا بنحمل البوذيين كمان. البوذيين في العالم لا اللي بيحملها كهنة الله. والان بنجي على بورما ان شاء الله. طيب قديش قتلوا من المسلمين؟ طب في الجزائر قديش قتلت فرنسا من المسلمين في الجزائر؟ وشو كانت تعمل كمان؟ تقتل مين؟ تقتل المقاتل في عدل المعركة الجبنة، ولا يقتلوا كمان النساء والاطفال ويحرقوا القرى؟ ندرس تاريخهم، تاريخ البرتغاليين مثلا، ولا البريطانيين، ولا الفرنسيين، وين كمان في الامم الضعيفة اللي اخر بيتكم، امم ضعيفة، بدل ما يكون في رقة وتقولوا هذولا شعوب متخلفة نرفعهم زي ما كان يعمل الاسلام، يجي لهذه الشعوب المستضعفة يرتقي بها. وعندنا كهنة كهنة الضلال برضو عندنا من يسار وغيره، لما حكموا بلادنا هون صاروا يتهدوا حتى المسلمين، ويقولوا لك عربي كردي مثلا، عربي كردي الان صار عربي كردي، معناته مين موظفك انت؟ بتفرق الشعوب؟ هذا الشعوب اللي وحدها الاسلام من 1400 سنة، انت بتيجي بتعمل بين عربي وكردي؟ الكردي صلاح الدين كردي، كل هذا من وين سيطر الكفر على فكرة باسماءه المختلفة؟ لازم يخلق لكم مشاكل، وعلى فكرة لصوص وبنهب وبظلم وببطل والاخري باسم ايش؟ شعارات بنفعوها وكذابين. لو اخذنا الوطن العربي كمثال، العربي سبق تحدثنا، بدي اقول كمان مرة، حزب البعث العربي الاشتراكي وصل السلطة في بداية الستينات في العراق، وصل السلطة في سوريا والعراق، في الوقت اللي كان فيه روسيا وامريكا متناطحت، وانت بتقدر تستفيد الان من ايش؟ من الجو اللي قايم بين هالدولتين هذول تستفيد. لاحظوا، سوريا والعراق حدود واحدة، لاحظوا، والحزب البعثي القومي العربي الاشتراكي الوحدوي له قيادة قومية، وفي قيادة قطرية في العراق، وقيادة قطرية وين؟ في سوريا، وعلى رأسهم القيادة القومية. طب ليش ما اتحدوش؟ اقولكم مش بس ما اتحدوش، وهم الدولتين الوحيدات العربيات اللي اغلقت الحدود بينهم سنين طويلة، ولم تغلق حدودهم مع اي دول ثانية، لا اغلقت مع تركيا، ولا اغلقت مع ايران، ولا اغلقت مع اي دول. هذول اللي هون البعث العربي الاشتراكي، البعث قطري وعلى فوقه القومي، ما صارش اتحاد، صار عداء. طب ليش؟ معناته كذب هاي كلها، هذا معناته شعارات مشان الهاء الامة. وبعدين ما انتو شفتوا شو صار، انتو هيكم عشتوا وشفتوا شو صار وشو وحدوا، يعني شو اللي وحدوا؟ يعني اقولكم لما قامت الثورة في مصر كانت السودان ضمن مصر، يعني ايام الملكية كانت السودان ضمن مصر، يعني مصر والسودان دولة واحدة. بعد الثورة العربية الوحدوية انفصلت السودان في زمن ما بعد الثورة، لعلمكم صارت دولة لحالها، ولا كانت مع مصر؟
هذول كلنا رفع كل ما اذا الشعارات اللي ترفع ليش ترفع؟ اعطونا الثمار، احنا ما بنقصنا يعني مش ناقصنا بس وحده حريه اشتراكيه، وحده حريه، بعدين وين حريه ايش هاي؟ حريه ايش؟ اخذونا في العالم كله من كثر ما هم ظلمه وباطشين واليوم بتشوفوهم، واليوم بتشوفوهم على فكره مين هم؟ مين هم؟ انا مليون مره قلت كل من يحكم بدون ما تختاروا شعبه، هذول الناس، هذول الناس على فكره بلغوا بفجورهم وظلمهم الى درجه لا يتصورها بشر في القرن الواحد والعشرين. فبتلوموا الان البوذيين في بورما، ومين قالكم تستبعدوش على فكره بدون اسماء انه في اسلحه وفي تحريض من دول بسموها عربيه اسلاميه في قتل الناس في بورما، مثل ما بيحرضوا في قتل الناس في مصر، ومثل ما بيحرضوا في قتل الناس في ليبيا، ومثل ما بيحرضوا في قتل الناس في اليمن، وبيحرضوا في قتل الناس هناك. افهموا علي، هذول خطرين. مين هم هذول؟ برد اكرر، من لم تختاروا امته هذا خطير، ببيع امتك وببيع عرضك وببيع مالك وببيع دينك كمان. رايكم بتشوفوا قديش بيقفزوا على الدين، قديش بيقفزوا على الدين. لازم تعرف الشعوب هذا الكلام، غير هيك بتورط اكثر واكثر. شو وصلنا لهون؟ هم مش هم قيادات؟ مش هم قيادات وبقودوا؟ مين وصل الامه هون الى العالم؟ يجي واحد زي تبع كوريا الجنوبيه الشماليه هذا، لا في مره من المرات لما بده يهدد امريكا قالها ليش واحنا عرب؟ كمان رد قالها؟ كانوا رئيس بقول له انا مش عربي، مع انه اشجع امي على وجه الكره الارضيه للعالم كله. خضع بسهوله لانها كانت، لانه على فكره هو منين تيجي الشجاعه؟ منين تيجي الشجاعه؟ تيجي الشجاعه لما تكون انت عادل شهم عند حقيقتي، ولا الانسان انسان اللي بيصنع اشاعات انه جبان، ولا على فكره مبادئه وقيمه وكيف هو وكيف بنظر للحياه. لما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجدنهم احرص الناس على حياة، طب ليش؟ على ضوء ايش؟ طبعا ما هم بنولدوا زينا زيهم، كيف يعني احرص الناس على حياة؟ كيف تربى؟ على اي عقيدة؟ على اي عقيدة؟ العقيدة هي اللي بتخلقه، العقيدة اللي هي بتخلقه انه جبان ولا هذا الجبن ولا هو؟ طبعا هو لا هو فاهم، هذا رئيس كوريا ولا غيره فاهم. هم العرب اصلا ما قاتلوا لا في 48 ولا في 67، هم بيعرفوش انها مبيوعة، وهذه الشغلة ثابتة أصلا العرب لو بيسمح لهم، يا ما العرب كان لهم دور. ليش الثورة في المغرب العربي بس مثال واحد، ما انتوا سمعتوا عن عمر المختار، وسمعتوا عن عبد القادر الجزائري وعبد الكريم عبد الكريم الخطابي. عبد الكريم الخطابي اللي استقل بالمغرب العربي 5 سنين، استقل بقصدي في المغرب في منطقة في المغرب 5 سنوات، وقاتل دولتين عظميين في عصره اسبانيا وفرنسا، وكان عدد الجنود في الاخير لما انهزم جيشه او ابيد اكثره كان فيش تكافؤ، الى درجة انه الجيش اللي قابله كان مليوني، كان مليوني. عشان احنا كنا متكلمين شوية، هذا عبد الكريم الخطابي. المهم عمر المختار ما انتو شفتوا عليه فيلم. العرب، انو ما عرب، انو اللي بده يجعل العرب جبانا الان؟ هم اصلا هذول النواطير اللي موجودين على العروش ليش موجودين؟ هم مشان يضبطوا هاي الامة، يضبطوا هاي الامة، وبالتالي العالم كله مستعد يتعاون معهم لقتل الشعوب حتى لا تصل الى درجة، لان هاي شعوب خطيرة على فكرة، اخطر شعوب على وجه الكرة الارضية من ناحية الشجاعة وجود الايمان. وقلت لكم سابقا في دراسة غربية انه اذكى شعوب الارض في منطقة الشرق الاوسط، في منطقة الشرق الاوسط، وهي ابنائنا في العالم في المهجر بروحه بصيروا هم في العلوم المختلفة والاختراعات وغيره. هذول شو مهمتهم هون اذا؟ شو مهمتهم هون؟ كان قالوا لك بدين، وقال ثورات الشعوب، ثورات الشعوب، الشعوب ثوراتها متأخرة كثير، متأخرة كثير. واذا كانها بتسكت تذل اكثر، وانتم شايفين شو بصير، وانتم شايفين شو بصير. لا اذا هي هذه المذابح مش جديدة، شفناها كثير، ياما ذبحوا في الشمال المغربي الغربيين،
ولحد اليوم بيذبحوا بتعامرهم في ليبيا وغيرها مش هيك؟ وشفناهم بيذبحوا في سوريا الآن، وانتوا شفتوا شو بيعملوا في سوريا وفي العراق وفي الموصل وفي الرقة، فهمتوا على كيف؟ ومين بتواطأ معهم على فكرة؟ والآن صارت مفضوحة، مين بيقاتل معهم؟ وإحنا سبق قلنا أي واحد بيقاتل حتى لو مسلم بيقاتل تحت لواء كافر يكفر، يكفر يرتد، هذا ارتداد، ارتداد عن دين. الذي يقاتل تحت لواء كافر، تحت لواء كافر، يقاتل للمسلمين تحت لواء كافر، لأنه إذا قاتل غير المسلمين، ما غير المسلمين تحت لواء كافر، هذا بكفر، شو بيعصي؟ لكن من يقاتل تحت لواء كافر يقاتل للمسلمين يكفر. وهذا شرحناه لما تحدثنا عن الموالاة في سبع دروس، في سبع دروس عن موضوع الموالاة. هيهم انكشفوا وانفضحوا الحكام اللي ما كانش قبل كم، قبل 50-60 سنة ولا واحد يجرأ يقول انه في عندي انا قاعدة صغيرة عسكرية لأي أمريكا. كانوا يخافوا من هالكلام، لكن الان مشوا في الامة، مشوا شوي 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 شوي، والان بهيئوك، بهيئوك تكون جندي، انت جندي تقاتل وين ما بدها امريكا، وين ما بده الغرب. يعني انت بدك تصير كمان عبد عن طريقهم، هم بدك تصير عبد يقاتلون فيك. هل كنت بتقاتل امريكا وروسيا بمين؟ الجنود الروس ينزلوا، طيب يجوا الجنود الروس ينزلوا على الارض، بتقاتل روسيا وامريكا بمين؟ بالمنافقين. ما هو لعل الله سبحانه وتعالى بده ينظف الأمة من المنافقين كمان، لأنه في شهداء وفي مقابلهم المنافقين اللي بقتلوا تحت لواء ألوية الكفر، هدول كلهم من أهل النفاق والكفر. كم بقول لك عبد مأمور، فيش عبد مأمور في القتل، فيش عبد مأمور في القتال تحت لواء كافر، فيش عبد مأمور. تكون واضح في ذهنية الأمة، على فكرة الأمة تفهم أي قتال تحت لواء هذول الحكام. الكت صاروا يستخدمونا وين؟ يستخدمونا، ليش أقول يستخدمونا؟ أنا ولا حدا بقدر يستخدمني في ولا أنتوا كمان، ولا أنتوا ما حدا بقدر يستخدمكم في البط. أما بقضوهم جيوش زي الأغنام تقاتل أمتهم، إيش هذول؟ إيش هذول؟ هذول يروحوا للجحيم. شو بلزمونا أصلا؟ إذا بيفهموش بلزموناش، وإذا بيفهموا بلزموناش، إذا بيفهموش بلزموناش، وإذا بيفهموش بلزموناش. ولعله الله بده يطهر الأمة من أمثال هؤلاء اللي كانوا قاتلوا في يوم الأيام مع بريطانيا، وقاتلوا في يوم الأيام مع فرنسا، قال بيفهموش، بيفهموش. وهيهم اليوم في القرن 21 وبعد ما كانت الصورة واضحة، هيهم بيقاتلوا مع أمريكا ومع روسيا، وبيقاتلوا مين؟ بيقاتلوا الأمة، وبيدمروا كمان. وانتوا شفتوا الآن كيف الشعوب الثائرة هاي مش قادر يبقى في وجهها دول عظمى، دول عظمى، بدمره بدمره. طيب معناته ايش قصة الحرب الست ايام في وايش الثمان ايام في 48؟ شو يعني هذا كاين؟ فهمنا؟ فهمنا؟ طيب. واليوم صار على فكرة كثير منهم يعترف، يصير يعترف، يعترفوا قادة كانوا موجودين. اليوم بتشوف فضائحهم كاينين مسلمين لبلاد تسليم كلهم على مستوى مصر والاردن وسوريا، ومن قبلها طبعا الدول السبعة اللي اشتركت في قضية فلسطين، كله الآن صار ثابت. وصاروا إيش؟ لما الواحد فيهم بيختير وبيعرف إنه رايح على هذا، يصير يكتب مذكرات فضائح سلموكم تسليم. طبعا كنتوا لازم تفهموها من أول إنه تسليم، يعني أنتوا شفتوا قتال ليش؟ أنتوا شفتوا قتال ليش؟ ما هم منع الشعب الفلسطيني في القتال هون، بيعرفوا لأنه إذا الشعب الفلسطيني لوحده يقاتل، ما عمرها قامت إسرائيل، ما عمرها قامت إسرائيل. تمام؟ طيب هون. فالشعوب العربية، الشعوب العربية كمان بدنا نصير في منظار العالم. اصلا فيش في العالم ناس قاتلت زي ما بيقاتلوا الان العرب، زي ما بيقاتلوا العرب الان. ما في دولة، ما في شعب على وجه الكرة الارضية كان بهذه الشجاعة والقدرات. تمام؟ حتى تعرفوا شو دور هذول الخونة، ان هم خونة، كل من يحكم بدون ما يكون اختارته انتو. شرفني انا انت مين؟ شرفني انت مين؟ ما انا شايف مواقفك. هيو شعب مسلم، هذا شعب البورمي على فكرة، هذا الشعب البورمي هذا مسلم من القرن القرن السابع الهجري، يعني 600 الميلادي، 600 ايش يعني من فجر الاسلام. هذول المسلمين هذول في 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 اراكان، في اراكان هذول من فجر الاسلام مسلمين. هاي واحد. تمام؟ وطبعا طالما من فجر الاسلام واختلطت الامة، اذا فيهم حتى عرب على فكرة، وفي 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 وفي. تمام؟ طيب سنة 1784 قام ملك بوذي واحتل أراكان،
اذا هي اركان مستقلة طول عمرها عن ما يسمى بورما، تمام؟ هذا تم احتلالها كبلد مسلم للإسلام فيها من القرن السابع الميلادي، السابع الميلادي. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في القرن السابع، الرسول بعث في القرن السابع 610، تمام؟ وتوفي 632 في القرن السابع. في القرن السابع دخل الإسلام أركان مسلمين من أول يوم. طيب وبالتالي اختلط فيهم فرس وفيهم عرب وفيهم كذا وفيهم وأهل البلاد الأصليين. طيب تم احتلال أركان هذه في ما يسمى بورما أو ميان، غيروا اسمها فيما بعد بالاسم الموجود حالي. طيب خلينا بورما بس الآن. 1784، ويبدو سبب الاحتلال انهم لانهم هذول يعني مسلمين وبيأثروا يعني دير بالك وين ما كان في مسلمين والامور هادية وكل شيء تمام والشعوب مختلطة شو بصير؟ ولا كيف اهل اندونيسيا في يوم من الايام كان الاسلام فيهم 100%، وهي اكبر دولة اسلامية في عدد السكان، وكان الاسلام 100% الان 95 على فكرة بتآمروا عليها، حتى بجوز نزل على 95% بتآمروا عليها، وبيستغلوا الغربيين وغيرهم بيستغلوا الجهل اللي منتشر في ما هي هاي جزر كثيرة جدا وفي جهل وفي كذا بيستغلوا، ولا هي كانت 100% مسلمين، اكثر دولة فيها مسلمين اندونيسيا كان 100%، تمام؟ طيب الان بجوز وصلت 95 96 94%، والله اعلم الان شو بصير، وكله عن طريق مين على فكرة؟ عن طريق الجواسيس اللي على العروش، اللي على العروش، تمام؟ طيب الان احتلالها بيقولوا انه هذا الملك البوذي من اجل منع انتشار الاسلام، خلاص بدمها هيك وخلاص. طيب طبعا فيما بعد القصة طويلة الان، فيما بعد بريطانيا طبعا ما كان لها وجود في الهند، والحقت بورما في وقت من الاوقات برضو دخلت ضمن الاستعمار البريطاني، ضمن الاستعمار البريطاني. المسلمين اللي كانوا صاروا مضمومين أركان مع باقي بورما هم اكثر من قاوم بريطانيا، وهي مستعمرة، هم اكثر من قاوم. فبريطانيا كان لها دور على فكرة في احداث في تحريض البوذيين اللي هي سياستها المعروفة فرق تسد، تمام؟ كان لها دور لانه المسلمين على فكرة في الهند بريطانيا جربت انه اكثر من قاوم بريطانيا في الهند المسلمين، ولذلك لما اجت منها تخرج عملت فتنة بين الهندوس والمسلمين، راح فيها ونشأت وقتها بنغلاديش وباكستان، وصار عداء شديد بين وبقي مسلمين في داخل الهند، بس صارت مذابح. ونفس الشيء عملوا عام 1942، عملوا مذبحة يعني زودوهم بسلاح ولا كذا، يعني بطريقتها بريطانيا زي ما عملت فينا هون يهود، وكانت تغض الطرف عن الأسلحة لليهود، واي واحد يجد عنده مسدس كانوا يعدموه، البريطانيين هون فلسطيني عنده مسدس يعدموه، نفس السلوك هذا حصل في قضية بورما، لانه الاستعمار كان يلاحظ وين ما يروح على فكرة انه الشعوب بسهولة تستخذي وتقبل الاستعمار. مين اللي يقوم؟ المسلمين اللي فيها، في الهند المسلمين، في بورما المسلمين، تمام؟ طبعا لما بيقولوا انه الاكثرية بوذيين، هي على فكرة بيقولوا 135 عرق فيها بورما، ما هي عدد سكانها فوق 50 مليون، عدد سكانها فوق 50 مليون، تقريبا المسلمين 15%، المسلمين 15% او اكثر، حتى بوصلوا 10 مليون، بوصلوا 10 مليون، انا شو قلت؟ بوصلوا 10 مليون، ولكن في منطقة أركان، مش معناته المسلمين بس بمنطقة أركان، الان كل الكلام عن الروهانجا في أركان، تمام؟ بس المسلمين موجودين كمان، مش بس هذول، يعني هم تقريبا في أركان في حدود 5.5 مليون من أصل 10، أو حتى أكثر على فكرة، أكثر من 10، ممكن بوصلوا 15، لأنه بس مرات الجهات الرسمية بتقلل
على فكرة الجهات الرسمية مرات بكون من سياستها تكثر، مرات من سياستها تقلل. مثلا نعطي مثال من مصر، مصر الآن بيقولوا قرب بصير 100 مليون، في مصر ما بيزيد أقل من 90 لعلمكم، دققوا معي، أقل من 90 في مصر، بس الحكومة شو بتقول؟ فوق 95 قربوا يصيروا 100. هذا مين اللي بيقولوا؟ الحكومة. شوف الحكومة الآن في مصر شو سياستها؟ كثر عدد المسلمين. شو طب ليش؟ في أسباب كثيرة، مثلا طلب مساعدات، تزوير انتخابات، يكون في عنده صار عنده تفاصيل طويلة بيخليه يزيد، بيجيب من عنده بيضيف له 10 مليون. أما مصر على فكرة أقل من 90، مش زي ما بيقولوا. هناك بالعكس، هناك بالعكس، واليهود هون بيحاولوا كانوا كمان برضو لهم سياسة في نشر الإعداد إلى آخره. تمام تمام. أما هم بيقولوش عن 15% من أصل قلنا 53 مليون تقريبا، 55 حتى وصلت هي بورما 55 مليون. تمام ماشي، مش قضية، يحسبوا النسبة مش قضية، لأنه في ناس قاعدين بيقولوا 10 وكذا، لا أكثر مسلمين، بس أركان بالذات 5.5، أكثرية الناس اللي في أركان مسلمين. تصوروا اتخذوا قانون سنة 1982، هذا القانون بيحرمهم من المواطنة. تصوروا اللي بلادهم هدول من وينتا، بيحرموهم المواطنة وبس المسلمين. في عندك 105 أكثر من 100 عرق، 100 جنس، بس المسلمين في أركان. طبعا عندهم خطة في أركان، ما في مسلمين في محلات ثانية في بورما، بس الآن هون. تمام. وقضية المذابح هذه مش جديدة، هذه المذابح مش جديدة، بس الجيد الآن انه صار في اعلام، وصار ممكن الناس ايش، وعلى فكرة اليوم انترنت ومش انترنت، وهذا محرج للحكومات، لانه زمان كان يذبح، يعني في مذبحة من المذابح ذبح فيها المسلمين سنة 1942 ذبح 100,000 في اراكان، 100,000 في اراكان، بس بجوز سمعت انت انذبحوا المسلمين، ما هو يا من ذبحوا المسلمين كمان في روسيا، قديش انذبح ايام القياصرة من المسلمين، ملايين ملايين، هذول تاريخهم، قلت لكم تاريخهم تاريخ بشع. مين هم؟ كل من كان غير مسلم. يعطيني تاريخه، يعطيني تاريخه لما بتعامل مع الامم الثانية. وسبق ذكرت انه اليهود في الموسوعة اليهودية اللي مترجم منها جزء، لانها ضخمة الموسوعة بالانجليزي موجودة، جوش انسايكلوبيديا، تصوروا اليهود اللي كاتبين هذه الموسوعة مترجم منها اشي بسيط، اشي بسيط، تحت لاحظ تحت عنوان The Golden Age، العصر الذهبي لليهود، تكتشف انه لما كانوا في اسبانيا تحت حكم المسلمين. مين اللي كاتبه؟ اليهود. وين؟ في الموسوعة اليهودية. وكثير من كتابهم هذول اللي كانوا شوية مصطلحين كانوا خاطبوهم، يقولون لهم لكم لليهود هذول، يقولون لهم طب اللي اضطهدوا المسيحية، ما هو عبر التاريخ كله، واللي اضطهدونا كذا، واللي كانوا يحمون المسلمين، واللي والمعظم هم مش اضطهدونا. تمام. هي لما نشأت اول مستعمرة 1882 في تل أبيب اللي بسموها الآن، طيب طب ما هي هاي ما هي كانت الدولة العثمانية، مين اللي سمح لهم اصلا؟ 1882 اضطهدوا القياصرة في روسيا، عملوا مذابح ضد اليهود، هربوا للدولة العثمانية، واجا اول ما اجوا لفلسطين واقاموا اول مستعمرة 1882 بعد المذابح اللي حصلت في روسيا لليهود. والدولة الاسلامية هون، والدولة الاسلامية هون تحتضنهم. حتى تعرفوا انه دينك الدين الحق، انت ما تندم، انت بتتكلم، انت اولا الله سبحانه وتعالى شرع هذا، والمسلم يعد هذا الاعداد عادل، وبالتالي انت اللي حتفوز، انت اللي حتفوز على فكرة وتخترق. الشعوب الان تنظر على فكرة، الشعوب كلها تنظر، الشعوب صارت واعية، بتشوف بتلاحظ، وبالتالي الاسلام رح يقتحم قد ما يقاومه قد ما يقتله. ولذلك هذول اللي في بورما على فكرة، في بورما لعلمكم اللي بحكم عسكريين، بتقولوني طب ما هو مثلا 2010 صار عندهم انتخابات ونجحت حكومة مدنية، كلام، تم تزويرها، واللي بيسيطر لحد الان في بورما هم العسكريين، والعسكريين شو معناه عادي، افهموا علي، اي حكم عسكري معناته حكم خطير فاسد،
فيش دولة افلحت في حكم عسكري، فيش دولة بتفلح. ايش يعني بقصد بحكم عسكري؟ يعني متنفذ، ما فيش عليه رقابة. ما كان في اسرائيل اللي بحكمه قيادات عسكرية، بس في اللي بيسقط الحكومة وبراقبها، تمام؟ لكن وين في وين العسكريين موجودين على فكرة؟ فساد وظلم ولا هو بينكم مصلحة البورميين البوذيين معاداة 2 مليار مسلم؟ ما هذول الان راح يشوفوا الجحيم، هذول راح يشوفوا الجحيم. البورميين انفسهم راح يدفعوا الثمن. بس ما هم اصلا دافعين الثمن، والمتسلط على رقابهم شيوعيين، والمتسلط على رقابهم على فكره عسكريين، وان كانوا تستروا وراء حكومه مدنيه وزوروا الانتخابات. هذول اعداء الشعوب بشكل عام، ومنها شعوبهم. ولذلك الان اللي بتمشوا هذا فضائح اولا لحكامنا. شو بتعملوا يا حقيرين؟ اكم دوله بتقولوا عن نفسكم اسلاميه؟ اكم دوله بتقولوا اسلاميه انتم؟ والمسلمين يذبحوا، والمسلمين يذبحوا. هذا بفيد على فكره، هذا بفيد، عارفين شو؟ من اجل ان تتغير الناس. لو لم يذبح المسلمون، لحظه، في بوسنا كان ما عرفوا ان الله حق، بقوا على فكره مختلطين مع المسيحيه وتزوجوا المسيحيه وتزوجوا منه ولا بيعرفوا اسلام. بعد ما ذبحوا قالوا لك ليش بذبحونا هذول؟ عرفوا انهم مسلمين. في كوسوفو بعد ما ذبحوا عرفوا انهم مسلمين. وفي كل مكان بنذبحوا راح يعرفوا انهم مسلمين وراح يغيروا وبدلوا. وتركيا، هاي تركيا اللي كانوا علمانيين ويقولوا لاوروبا يا حبيبي نفذنا كل اللي بدكم اياه والاسلام هذا احنا بنحاربه والى اخره، دخلونا في الاتحاد الاوروبي. شو كانوا يقولوا لهم؟ تدخلوا الاتحاد الاوروبي انتم؟ طب ما هي رومانيا اللي كانت في حلف وارسو، او عفوا رومانيا هي كانت لا بلاش رومانيا، الدول رومانيا لانه شاوشيسكو كان راكب راسه، باقي الدول اوروبا الشرقيه، اوروبا الشرقيه اللي كانت ضمن حلف وارسو، ضمن حلف وارسو اللي هو ضد الناتو، يعني ضد الناتو. ومع ذلك بمجرد ما انهار الاتحاد السوفيتي خبلوهم في الاتحاد الاوروبي وفي الناتو. وتركيا من زمان في الناتو، في الناتو من زمان ومش قابلينها في الاتحاد الاوروبي. ليش؟ وعلمانية كانت تقول لهم انا علماني، وما قبلوهاش. ليش؟ مسلم. ولذلك صار يعرف. شوف مفيدة هاي، مفيدة هاي. عرف الشعب انت اول شيء اكسب حالك، اول شيء اكسب حالك بعدين تكسب الناس، باول شيء اكسب حالك بعدين تكسب الناس. بدوا يعرفوا الاتراك، حتى العلمانيين منهم قالوا لك ايه هذول معناته ليش بتفرضونا؟ هم على الحساب بتقولوا انتم علمانيين، علمانيين بس احنا نصارى علمانيين، هم يعني والنصرانيه بتتناقضش مع العلمانيه، والنصرانيه بتتناقضش مع العلمانيه، منسجمين. انت تروح يا مسلم تنط عنده ما بنصر. ايوه هذا الكلام اولا بفيد عده امور، المذابح هذه اللي بتصير. اولا المسلمين بيسكتوش كشعوب، مش هيسكتوا، رح تتطور الامور لحركات مسلحه ساعتها تندم بورما. اثنين دققوا معي، الطغاة عندنا مفضوحين، صاروا مفضوحين. ثلاث صاروا يعرفوا الشعوب كلها انه فعلا بيحاربونا هذول لانه احنا مسلمين، مسلمين عم بيقولوا لك انت مسلم غصبا عنك. خلاص انا مسلم، شو انا خلاص مسلم، انا مسلم. والوقت اللي بيسمح فيه مسلم وهذول الجواسيس بيسقطوا اللي قاعدين بقتلوا الشعوب وبيستوردوا القاتل مشان ظلهم موجودين، هذول بيطولوش كمان، راح تغير الامور. المهم انه المليارين مسلم، مسلم يفهموا انهم مسلمين، ساعتها العالم كله بصير ينافق لك لانه المصالح عندك. وانا سبق قلت انه العالم الاسلامي 35 مليون كيلومتر مربع، 90% من موارد العالم في العالم الاسلامي، واذكى شعوب العرض في الشرق الاوسط، وايمان وعقيدة موحدة. ولذلك اذا بتلاحظوا العالم الاسلامي الشعوب بتهتز لما يصير مذابح هنا وهناك. ومين اللي على فكرة بيميع الامور؟ هذول الطواغيت. على كل إن هذا الشعب اركان وغيره ما كانش بيعرف الاسلام على فكرة وبيجهلوه، الان صاروا بدهم يعرفوا الاسلام، وصاروا المسلمين معنيين يعرفوهم، وبيبدأ الان يكون في حركة. واليوم على فكرة على مستوى الاعلامي حتى الناس اللي عاجزين
عن انهم يقدموا اي شيء على المستوى الاعلامي. لازم قضية بورما وغيرها تظلها ماشية، ونذكر الناس بمذابح اللي مارسها كل الكفر في الارض ولم تستثنى امة كافرة الا مارست المذابح ولم تكن انسانية. وفقط المسلم هو اللي بيقدر يفتخر بماضي وحاضره امام الامم كلها. والامم على فكرة بتفهم الان وبتعرف انك انت صاحب دين الحق. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.